نعيش يا ذباب، واحنا شعب نموت في الكلام. الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي. هما مش بيقولوا السياحه مضروبه؟ السياحه مضروبه ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه. فاحنا لو جينا عملنا كام مدينه على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ، اسوان، البلاد السياحيه دي، عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السائح يقف قدام الكشك يشتري سجارته، يشتري قرش حشيشه، يشتري بفرته. بس جوه المدن دي بس، مش سبهلاله. يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه، واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا، وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى، ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساخ. ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد، حق البلد. الله عليك يا فندينا، اللي بالحق صحيح. هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دول في الكليتش؟ كلام ايه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكم اختلفتوا. لحد هنا وفرمالة يا معلمين. يا زبابة. ايوه يا فندينا. هو مرمي. الله، انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيلة دي يتفرم. الخال يعني يا فندينا، ويا فندينا يعني الخال. والعيلة لو مؤاخذة كده منفذة على بعضها، والعزوة صلبة الظهر. وانتوا عارفين مفرقة لحد فين؟ احنا بنطمن يا معلم، وكان غرضنا. مفيش غرضنا. الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا فندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق، وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف يا زوز. اؤمر يا فندينا. وصل الرجاله، يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله، نشم هو بره مع الخضره. انت ذبابه، دوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورها يا جمعه.